نعم، التدخل في سنجار باعتقاد هي عملية صعبة في الوقت الراهن. التدخل في سنجار مدينة عراقية واضحة، إذا ما أرادت القوات التركية التدخل في سنجار فعليها أن تضع في الحسبان بأنها ستدخل معركة، معارك القوات الخاصة في هذه المناطق بالعادة هي لن تكون ناجحة 100%. أول شيء مناطق جبلية، ثاني شيء أماكن متواجدة في العمق العراقي، من الممكن بأسلحة بسيطة أو أسلحة خفيفة ومتوسطة السيطرة على هذه أو منع أي عملية إنزال تحدث في هذه المناطق. وجود أكثر من جهة عسكرية في داخل العراق من الممكن أيضا أن يساعد داخل سنجار، من الممكن أيضا أن يساعد في عدم تحقيق أي نصر للأتراك في هذه المنطقة. في الحقيقة المواقع الكردية إذا ما أرادت تركيا كما ذكرت لك في السابق فكان بإمكانها أن تقوم بعملية متزامنة، ولكنها دائما تضع في حسبانها أن الدخول إلى سنجار هو دخول إلى معركة. ولكن هناك شيء مهم جدا أريد أن أوضحه، أنه القوات التركية بإمكانياتها العسكرية لا توجد أي قوات عراقية أو ميليشيات قادرة على مواجهة القوات التركية على كل المستويات، مستوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك مستوى الدرون والعمليات العسكرية الجوية. إذا هناك فرق عسكري كبير بين القوات التركية والقوات العراقية، ولكن الدخول في عمليات قوات خاصة سيجعل من هذه الفوارق العسكرية قليلة جدا، أي أن في حرب العصابات لا يوجد قوي، هناك الجميع تتساوى والغلبة لمن يملك القدرة في المبادرة ولمن يملك المعرفة بالأرض هو الذي يملك الغلبة في عمليات حروب العصابات. وبالتالي تركيا باعتقادي من الصعب أن تقوم بعمليات إنزال في مناطق سنجار، ولكن باستطاعها أن تقوم بعمليات نوعية، أي عمليات اغتيال أو عمليات إنزال لقتل شخص، يعني لعملية لمدة ساعة أو ساعتين لقتل شخص ومن ثم الانسحاب، أو لتحرير نقطة ومن ثم الانسحاب. ولكن تواجد قوات خاصة تركية في هذه المنطقة يجعل أو يسحب القوات التركية إلى حرب عصابات لا تستطيع الاستمرار فيها. وهناك أيضا شيء مهم جدا، لو دخلت تركيا في هذا الموضوع عملية الدعم اللوجستي لهذه القوات المتواجدة على الأرض سيكون أيضا صعبة جدا. الهليكوبترات من الممكن استهدافها بسهولة، الطائرات الكبيرة كسي 130 التي تقوم بعمليات الدعم اللوجستي للقوات المتواجدة على الأرض من الصعب جدا أن تتواجد في هذه المنطقة. إذن عسكريا صعب جدا للقوات التركية أن تتواجد في سنجار، ولكنها باستطاعتها أن تقوم بعمليات نوعية، عمليات اختراق وعمليات اغتيالات وعمليات قتل.